لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد. يجب أن نفهم شيء، أن العواطف لا تبني دول. هذه لازم تحطها في بالكم أيها الجزائريون. عشنا مرحلة كل من ينتقد بوتفليقة راه خائن وعميل وأيادي خارجية وكذا وكذا، وفي النهاية ماذا؟ أصبح الجزائريون كلهم يلعنوا في بوتفليقة. لماذا لا نتعلم أن النقد لا يعني تهديم البلد؟ زرعوا لكم بوتفليقة، منظومة بوتفليقة جيلين وعقدين من الزمن، 20 سنة، هو يصنع في جيل يقدس بوتفليقة. هذا الجيل جزء كبير منه مباشرة انتقل كأنه يبحث، عندما راح له هذا الإله المصنوع من الصمغ والشمع راح يبحث عن إله آخر، فوجد تبون وأراد أن يقدس تبون. تبون ما قال لكم قدسوني يا جماعة، في أول خطاب وجهه قال قوموني إذا أخطأ. نحن ثقافتنا هذه، عندما نجي وننتقد ونبين الأخطاء راني لست عدو للجزائر. هم زرعوا لكم في رؤوسكم بأنه كل من يقول هذا غلط معناها راه عدو للجزائر. غدوة هذم الناس اللي زرعوا لكم هذه الفكرة، زرعوها لكم من قبل مع بوتفليقة، غدوة لو يرحل تبون ويجي مسؤول آخر ينتقدوا نفس المنظومة تروح ترجع تبون أكبر غلط. أين الأخلاق والقيم؟ أنا لا أخاطب غوغاء مواقع التواصل الاجتماعي، أنا أتحدث عن النخب اللي بينها اللي ترسل لي رسائل على الخاص، هذا اللي نتحدث عليهم. أما هذا ما تبع المواقع التواصل الاجتماعي جالس يسب، ما تعجبوش النواظر نتاعك، ما تعجبوش القعدة نتاعك، يروح يسب وبعد يروح يتعشى ويروح يرقد. هذا ليس له قيمة حتى في بيته. كثير منهم ليس له قيمة حتى في بيته، لأنه لو كانت عنده قيمة لفتح حساب بصورته وشكله وباسمه ويخاطب الناس بحضارة وبرقي وتطور. أما هذا من الغواء نتكلم، أنا أتكلم على بعض النخب وبعض الناس اللي يتواصلوا معنا ويكتبوا في صفحاتهم، هذا هم اللي نتحدث عليهم. النقد لا يعني الهدم. يجي واحد يقول لي أنت كنت تعطي في معلومات غلطة، أبدا، ويكذب عليكم. عندما قلت لكم أن الرئيس نقلوه في غيبوبة، كنت من أوائل اللي قالوا لكم أصيب بكورونا، راه نقلوه في غيبوبة، وبعد مدة قلت لكم استفاق من الغيبوبة، ولم أقل لكم يوما لا مات، ولم أقل يوما أنه ضرب بالرصاص، ولم أقل يوما هذا الكلام. الاجتماعات التي حدثت صحيحة، وأتحدى المؤسسة العسكرية تعمل بيان تكذبها. وطبيعي جدا، يعني من الغباء أن رئيس رفدوه في غيبوبة وعلى جناح السرعة، رئيس الجمهورية بنفسه قالها، رفدوه على جناح السرعة. شخص يرفدوه على جناح السرعة راه كان يغيط ويمارس في مهامه كما يقولوا، رفدوه على جناح السرعة معناها كان في خطر، كان رايح يموت. في رأيكم مؤسسة عسكرية رئيسهم وزير دفاعهم قائد الأعلى القوات المسلحة يرفدوه إلى ألمانيا في حالة خطيرة، ما يديروش اجتماعات يحسبوا إلى حالة وفاة الرئيس؟ كفاكم 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 يعني والله العظيم بهذا المنطق اللي مستحيل تبنوا دولة، بهذا المنطق العدائي. يا أخي أنا راني لما نجيك راني نجيك محلل، راني بناء على معطيات وصلتني نقدم لك تحليل. اسمعوا، إذا وجدت فيه ما يفيد أهلا وسهلا، إذا ما وجدت فيه ما يفيد أرميه. أنا ما جيت دخلت، لأنه الكثير من الناس ينتمون إلى جيوش إلكترونية، أن الكلام اللي نقولوه يحرج سادتهم، لذلك يرسلوهم باش يفسدوا. أنا ما بقارني بأي أحد، أنا في ساندت المسار الانتخابي، ساندت الوعود التي أطلقها القايد صالح والمؤسسة العسكرية في ذلك الوقت، لأني شفت الأمور راح تنزلق إلى الهاوية، وكان الناس متحمسين كثير وقد يصبحوا حتى نصلوا لمرحلة الحرب الأهلية. قلت فيه تعهدات من المؤسسة العسكرية ومن القايد صالح أنه فيه مسار تغييري، أهلا وسهلا. بعد ذلك حدث انحراف، في رأيك نزيد ننحرف معاه؟ هذه قلة رجولة.
لم تتحقق الوعود التي وعدوا بها. أين وعودهم فيما يخص الحراك الشعبي وفيما يخص كثير الأمور؟ خلاص معناها قلنا نمشي في المسار، جاء تبو الرئيس، أنا واحد من الناس قلت خلاص حتى إيه كان انتخبوه جزء قليل، أهلا وسهلا، معليش عندنا رئيس وخلينا نبدأ في المسار. ذرك عام لم يتحقق شيئا، بل حدثت كل الممارسات البوتفليقية للأسف الشديد. ونصمم، شوف أنا كنت أكثر كلامي كان مركز على الإعلام، عندما كان الإعلام رئاسة الجمهورية يكذب على الجزائريين ويعطي في بيانات كلها كذب في كذب، ولا واحد من المسؤولين أوقف هذه المهزلة، لأني أنا أدرك تماما أن عواقبها وخيمة. وهنا وصلنا الحالة، ظهر الرئيس كذب وقالوا راه ماسك وقالوا راه خاطي وقالوا داروا يقيسوا حتى في وذنه، يقيسوا في جبهته، يحوسوا على الخانات في وجهه. وصلنا لواحد المرحلة وبالفعل وجدت الكثير من الجزائريين ينساقوا وراء هذه الخطوة، رغم أن الفيديو صحيح وهذا هو الرئيس حقيقة، وكل الدعايات على أنه مزور وكذا وكذا كلام فارغ، ولكن الطريقة التي تعاملت بها رئاسة الجمهورية، الطريقة التي تعاملت بها إعلاميا، ماذا أنتج؟ أنا تمنيت لو تعاملت بشفافية، راهي كسبت الشارع الجزائري مجددا، راهي كسبت ثقة الجزائريين، غدوة ظهر الرئيس راح يصدقها، لأن اللحظة اللي كان أصيب كان يقولوا بيان يقولوا أصيب بكورونا، ظهرت عليه أعراض كورونا، الرئيس نقله عين نعجة بعد تدهور في حالة، ما الذي سيضر الأمن القومي الجزائري عندما تقول لي أن الرئيس تدهور وانت ديته لألمانيا والمعطيات كل عند الخارج؟ ما الذي سيضر الأمن؟ لا يضر شيء. الدول المتطورة اللي يمرض رئيسها البورصات العالمية تهتز، الاقتصاد العالمي يهتز، ويعلنوا باللي راه الرئيس تاعهم مريض، وشفناها مع ترامب اليوم اللي أعلنوا باللي راه أصيب كورونا زعزع سعر الدولار في ذلك اليوم. الجزائر عملتها منحطة وطايحة، اقتصادها هش كذا كذا، يعني كي يمرض الرئيس راح يتأثر الاقتصاد. حال الأقل أعطوا المعلومة الصحيحة باش تكسبوا الجزائريين. نحن قلنا رانا في مرحلة جديدة، مرحلة يجب أن تتميز بالشفافية. أول اختبار فشلوا فيه هو مرض الرئيس، ويشاء الله أنه الرئيس مرض كما مرض بوتفليقة، وتمنيت أنهم يتعاملوا بطريقة أخرى جديدة حتى يقنعوا الجزائريين بأنه حدث هناك تغيير. لكن للأسف ما حدث غير ذلك، كل المعلومات كذب يا جماعة. اليوم اللي كانوا قالوا بأن الرئيس في حجر صحي طوعي كان الرئيس مريض، علاش تكذب؟ حان وصلنا الحالة خرج تعبان. أمر آخر عندما هدرت قلت راه ظهر في صورة باهتة، نزلوا علي رسائل وكيفاش تقولوا هو كان مريض. أنا ما أتكلمت على ملامحه يا جماعة، ولا تكلمت الوضعية، بل أني قلت أن ظهوره شيء جيد، ولكن الطريقة أيضا طرحت تساؤلات. لماذا تمشوا بهذه الطريقة اللي تخلي الجزائريين يفقدوا ثقتهم في كل المؤسسات؟ إذا كان رجعت، أنا أقولها لكم بكل وضوح، مرحلة 2019 مرحلة القايد صالح استعادت مؤسسة الدولة الكثير من ثقة الجزائريين، مرض الرئيس هد هذه الثقة، مرض الرئيس، الانتخابات، الاستفتاء الدستوري، مثل هذه الممارسات كيف تسترجع؟ يكفي أنه عملت استفتاء راحوا فوتاوا عليه 3 ملايين، هيئة ناخبة فيها 24 مليون جزائري فوتاو 3 ملايين بنعم، والبقية بين اللي فوتا بلا واللي قاطع واللي ما يمشي، يعني أكثر من 19 مليون ما راحوش خلاص، بينهم اللي قاطع كموقف سياسي وبينهم عزوف دأبت عليه السلطة، الشعب الجزائري ما يروحش الانتخابات. هذا أكبر دليل على أن السلطة إذا كانت الشيء الرصيد اللي كسبته المؤسسة العسكرية في عهد القايد صالح رايح يضيع، لأنه القضية مش قضية مؤسسة، علاقة مؤسسة العسكرية مع الشعب. المؤسسة العسكرية عندها دورها الآخر، أن نتكلم على علاقة السلطة السياسية، إذا فقدت السلطة السياسية ثقة الجماهير فيها كيف يبقى؟ غدوة قلهم رئاسة الجمهورية روا علينا هجوم تحرر ما يصدقوهاش. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.